استاذ بندر، خلينا نروح الى النهايه. بكل تاكيد هناك صعوبات واجهت نادي الرياض في هذا الموسم، اليوم نبارك لكم ايضا الفوز وبقاكم في دوري واشنطن. خلينا بالتحديد نروح للصعوبات اللي واجهت نادي الرياض في هذا الموسم. صعوبات، يعني صعوبات، تعرف الانتقال مرحله لمرحله بشكل متتالي سبب مشكلة تنظيمات، صار في تنظيمات جديدة من الأخوان في الرابطة وما كانت يمكن بالنسبة لنا واضحة بشكل كبير أو بالنسبة للأندية الصاعدة، وسبب طبعا في كمان إشكالية موضوع التسجيل وتأخير التسجيل، لكن الحمد لله تجاوزنا الصعوبات كلها. ونحن ما احنا بنشتكي، احنا خلصنا موسمنا، ولكن احنا اليوم عشان ما يتكرر تصير أخطاء الموسم القادم، ما خلال الموسم احنا تقبلنا الوضع وحلينا مشاكلنا، ولا يعني احنا نلعب بأربع أجانب، اللهم لك الحمد، مشت الأمور. نادي الرياض باقي على الجهاز الفني واللاعبين الأجانب. والله لاعبينا الأجانب انتهت عقودهم، والجهاز الفني طبعا هو عقد مدة سنة، لكن للآن لازم يجتمعون مجلس الإدارة ويقررون على الموضوع. فرحة هستيرية انت مع أعضاء مجلس الإدارة مع اللاعبين. اللهم لك الحمد، هذا إنجاز عظيم يعني.